السلام عليكم. السؤال الأهم بعد ما خلصنا تحري، أنت إيه رأيك الليلة كام هي اللي كانت ليلة القدر؟ الحقيقة السؤال ده صعب جدا، والأول مرة في التحري يبقى الموضوع صعب بالنسبة لي جدا جدا للدرجة دي. في حاجة مهمة عايز أقولها لكم، لولا التعب اللي أنا تعبته جدا، أنا حاسس إن أنا يعني عيان قوي، لولا كده كان فاتني عملت لكم الفيديو ده من بدري شوية، لكن الحقيقة ما قدرتش خالص. بعد التحري يوم 30 نزلت لقيتني مش قادر تماما، جسمي سخن، لكن مش هينفع. انا فكرت ان انا ممكن هبقى كويس بسرعه، قلت لا اطلع بسرعه اعمل اللايف اعمل الفيديو تاني. فجاي سريعا اقول لك من وجهه نظري الشخصيه الاقرب ان هي كانت ليله القدر ليله كام. اول حاجه عايز اقول لك دي كلها هي الليالي، 10 ليالي انا اللي مصورهم بايديا، وما ينفعش اشوف ليله فيها شروق شمس قوي جدا واقول لك دي ممكن تبقى ليله القدر، لكن في ليلة ممكن يبقى جواها كويس والدنيا جميلة وبرضو تبقى أو لأ ليلة القدر. طيب خليني أقول لك أول حاجة، دول العشر ليالي اللي قدامك أنا هستبعد منهم الليالي الزوجية 100%. الليالي الزوجية ما كانتش ليلة القدر 100%. الليالي الزوجية ما كانوش ليلة القدر. خلاص يبقى فاضل معانا ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، وليلة 27، وليلة 29. خليني أقول لك ليلة 21 كنت شاكك فيها شوية فخليها على جنب. ليلة 23 يعني شوية برضو كنت شاكك فيها فخليها على جنب. ليلة 25 كان الجو رائع، بس شروق الشمس تاني يوم على الرغم أن أنا اتأخرت فيه شوية، لكن مش ده شروق شمس ليلة القدر خالص، كان فيه سطوع جامد جدا. فليلة 25 هستبعدها رغم أن كانت ليلة في مكة رائعة. خلاص طيب ليلة 27 100% ما كانتش ليلة القدر، جو كان صعب جدا 27، ليلة 27 وكمان جو كان صهد في مكة، زائد ان شروق الشمس كان ساطع قدامك ليلة 27، بستبعدها مش هي ليلة القدر. ليلة 29 ناس كتير بعتولي، وده القصة اللي انا عايز اقولها لكم يا جماعة، الليالي الفردية كلها بلا استثناء الناس كانت بتبعتلي تقولي اهي الشمس دي هي ليلة القدر، كل الليالي 1 و3 و5 و7 و29 خلاص كلهم الناس قالوا لي ان هي ليلة القدر، زائد ان في ناس كتيرة بعتت لي كمان انا حلمت يا محمود ان هي الليلة دي 21 و23 و25. فاحنا مستحيل يعني يكون كل كلام الناس 100% صح، هم قد يكون وقعوا في خطأ التبس عليهم الامر، لكن كل الليالي هي ليالي قدر؟ لا طبعا يا جماعة، الناس اللي بتجتهد وربنا بيتقبل منها بتحس ان هي ايه والله دي ليلة جميلة، هي دي ليلة القدر، وفعلا دي ليلة قدرك لان ربنا تقبل منك. انما هل هي الليلة الاساسية ليلة القدر؟ لا مش 100% الكلام ده خلاص. فزي ما قلت لكم كده، ليلة 27 مش ليلة القدر خالص، ليلة 29 على الرغم من ان الجو كان شوية احسن من ليلة 27، الكلام ده في مكة، لكن ليلة 29 انا شفت بعين الشروق ده يا جماعة مش شروق شمس ليلة قدر، أنا ما التبس عليا الأمر. ليلة 29 ما كانتش ليلة القدر، ليلة 27 ما كانتش ليلة القدر، ليلة 25 اللي كانت جميلة قوي برضو بقول لك مش ليلة القدر، لأن ده مش شروق. حتى لو كان بعد نص ساعة ما ينفعش الشمس تبقى عاملة كده والوهج وتبقاش قادر تبص لها خالص، لا ما كانتش برضو ليلة القدر. يبقى فاضل معانا ليلة 21 وليلة 23، وهم دول اللي أنا اختلفت فيهم شوية. ليلة 21 أنا شفتها على طول، مجرد ما طلعت الشمس شفت، لان كنت واقف على جبل شفت الشمس، لكن كان فيها حمار، وبعد شويه برضو كان فيها شويه شعاع بعد شويه، ف يعني برضو اقول لك صعب ان انا اقول عليها ليله القدر. ففضل عندي ليله واحده اللي كان فيها مطر وبرق ورعد وحاجات كتيره كده، بس ما كانش في الليله، كان وقت التحري، يعني الليله كانت ماشيه كويسه جدا. وبعدين لما طلعت عشان اروح اشوف التحري لقيت الجو قلب والمطر والدنيا كانت صعبة جدا جدا جدا. فالشروق ساعتها انا ما شفتوش الا بعدها بسعوي سعوي، بدأت اشوف اشعة الشمس، وكانت الاشعة بيضة الحقيقة، والسماء وانا بعمل التحري السماء كانت بيضة، ما كانش فيه حمار خالص، اللي هو قد يكون هي الليلة دي من وجهة نظر الشخصية ليلة 23 هي اللي ممكن تكون الأقرب لكونها ليلة القدر، زائد ليلة 21. ليلة 21 أنا قلت بعد شوية كان الشمس قوية جدا،
والشمس تبقى قوية جدا وفيها وهج كبير، ده صعب جدا صعب جدا. حط 500 خط، صعب جدا تكون ليلة القدر اللي يبقى فيها بعد ربع ساعة أو تلت ساعة حتى من الشروق وهج قوي بطريقة لا تتخيلها. فليلة 21 لأ، ليلة 23 هي الليلة الوحيدة اللي كان في بياض حواليا، لأن أنا ما شفتش طبعا، أنا شفت السحب لكن الباقيين شفت بعناية شروق شمس قوي. عشان كده من وجهة نظر الشخصية ليلة 23 رمضان هي كانت ليلة القدر. مع كل الحب والتقدير لكل الناس اللي اشتغلت، احنا هدفنا هنا مش ان انا اطلع اقول لك وافق هواك على ان ليلة 25 او ليلة 29 زي ما بعض الناس قالت، لكن انا شفت ليلة 29 بعناية. الجو كان كويس شوية، ما كانش احسن حاجة بس كان كويس شوية في مكة، لكن ليلة 29 الشروق انا شفته من على حتة عالية جدا. لا ما كانش شروق شمس ليلة القدر ابدا، ما اقدرش اقول كده وانا شايف بعناية شعاع قوي حتى ولو بعد ربع ساعة ل 17 دقيقة من الشروق. لكن الليلة الاقرب من وجهة نظري هي ليلة 23 رمضان. اشكركم شكرا جزيلا، واعذروني على التأخير في الفيديو ده لان تعبان جدا بطريقة لا تتخيلوها والله. اهم حاجة اوعى تنسوا تكونوا طلعتوا زكاة الفطر، اوعى تنسوا زكاة الفطر يا جماعة، زائد افرحوا في العيد وربنا يتقبل منا ومنكم. وكان هدفنا كله ان احنا نقعد معاكم وقت نخلي الناس تجتهد في العبادة وما تفرطش في ليلة القدر، وان شاء الله يكون كلنا اجتهدنا وكلنا تقبل منا يا رب. اللهم امين. ربنا يرزقكم زيارة بيته الحرام هنا في مكة ان شاء الله. اشكركم شكرا جزيلا، ودعيت لكم كلكم والله، شكرا جزيلا لكم، واشوفكم في تحري رمضان الجاي. لكن احنا مستمرين في الفيديوهات على طول كل يوم ان شاء الله. استنونا واوعوا تروحوا في اي حته. سلام عليكم. وزي ما جبنا لكم شروق العشر الاواخر، نجيب لكم غروب اخر يوم في رمضان. ده غروب اخر يوم في رمضان من مكه، اجواء يعني رهيبه جدا جدا. لولا المرض كان فاتني يعني صورت لكم حاجات احسن من كده بكتير، معلش الحمد لله، وربنا يتقبل منا ومنكم ان شاء الله. ادي مكه من فوق وغروب شمس اخر يوم في رمضان، ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب. والله الواحد جسمه يعني بيترعش كده، اللي هو شمس اخر يوم في رمضان بتغرب وقدامك سنه الا شهر طبعا على ما تشوف رمضان تاني. ربنا يتقبل منا ومنكم، ادعوا الله انه يتقبل منا جميعا، وانه يشفيني كمان. واشكركم شكرا جزيلا والله. السلام عليكم.